ورثة الأنبياء، لأن هذه الأمة لا نبي فيها بعد خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أثر عبد الله بن مسعود أنه قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. قوله لا تبلغه أي لا تدركه، وقوله فتنة أي أنه يكون سببا لزيغهم وضلالهم. ابن مسعود رضي الله عنه يذكر هذا حتى في الأحاديث الصحيحة: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم، حتى في الأحاديث الصحيحة، حتى في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال قد حضر وقته، وليس كل ما حضر وقته قد حضر رجاله. قد تقال بعض الأحاديث أو بعض الأشياء في وقت ولا تقال في وقت آخر، وتقال في مناسبة ولا تقال في مناسبة أخرى، وتقال أمام أناس ولا تقال أمام أناس آخرين. هذا إذا كان في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تحصل به الفتنة لبعض الناس، فكيف بالأحاديث المكذوبة الموضوعة؟ وذلك معاذ بن جبل رضي الله عنه لما حدثه النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث: أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال معاذ: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. فليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال قد حضر وقته، وليس كل ما حضر وقته قد حضر رجاله. في هذا الأثر من الفوائد وجوب مراعاة حال المخاطبين، وفيه وجوب مراعاة الفروق بين المخاطبين. قد يصلح أن تذكر حديث أمام إنسان ولا يصلح أن تذكره أمام الآخر، فتضطر أن تمسك عن الحديث مع أنه في هذا المجلس من يعقل هذا الحديث. كذلك فيه بيان أخلاق أهل العلم في تعليم العلم. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ابن عباس: يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره.